أي نمشي نمشي الغيداء. برأيك غيداء علاش البنت هي المظلومة وهي الضحية في كل قرار اللي يتعامل بيها وتتعامل به الدول المؤسسات خصيصة في الموضوع هو؟ لا بالنسبة الحقيقة ما نشوفش إن البنت بس مظلومة في القرارات هذه، يعني بالتساوي مع الرجل أو الولد قاعدة البنت تكون مظلومة. نفس الشيء لأن أنت زي ما حرمت يعني التواصل الاجتماعي ما بين البنت مع الطرف الآخر، نفس الشيء أنت حرمت حتى الولد، فبالطريقة هذه يعني الاثنين ولدت فيهم مشاكل أنا نشوف فيها حتى صعب أنها تتعالج أنها تقعد معهم حتى في مرحلة الزواج. بتقول في نفس الموضوع، أنا نشوف أن الناس اللي كبار في العمر متاع زمان، مش متاع زمان زمان، يعني اللي عمرهم حالياً 40 سنة نهاية الثلاثينات، لما قروا وربوا على طريقة فصل البنات عن الأولاد يعني بدرجات كبيرة، فحالياً اللي قاعدين نشوفه فيه منهم بنسبة موجودة في المجتمع وتثبت نفسها هو المراهقة المتأخرة. لما أنت تفصل البنت عن الولد وتفصلهم عن بعض في كل مراحل الدراسة وكل مراحل الحياة، بعدين فجأة تجي الرجل هذا تجوزه في سن بداية العشرين whatever، مش مهم سن الزواج، بعدين حتبدأ عنده مراهقة متأخرة، حيكون هو بمرته بصغاره وقاعد يراهق. فأنا مع أن الإنسان يعيش مراحل العمرية بالترتيب، أنت مراهق أوكي عيش مراهقتك في سنها، باش لما تطلع من التين ايج متاعك اللي هو 19-18 whatever، لما توصل العشرينات تكون أنت already خلاص عشت مراهقتك، أنت توا رجل ناضج. عندك تعقيب لأنه رسمي، لأنه هو أصلا الوقت تغير. قبل كانوا النسوين عندهم حياة معينة في الروتين متاعهم معروف شنو، ودي ما كان مفصول عن الرجال، النسوين يربوا الصغار والرجال لا يخدموا صعب يصير، لكن تو الدنيا كلها فيها رجاله وفيها نسوين، فلازم ندير حاجه باش ما يصيرش، فهمت؟ لان مفروض عليك الشيء هذا الاختلاط، ما فيش كيف تهرب منه. معقول ان نكبر هذا يكبر ونتفاجئ بعض منه؟ انا قاعد انا طاف انا قاعد هو لاول مره في الطاوله هذه يكون في اتفاق ولو بسيط بيناتكم، يعني كنا نعتقد ان النار ولا اتفاق وهدوء، شكله ان شاء الله ما يكونش الهدوء اللي يسبق العاصفه، وانا متوقع ان حتكون في ردود افعال.